انا لا خصني ندير عقل يا صاحبي. الفيديو راه بعقل صاحبي، خصني ندير عقل. ما كنتش كتشوف فيه، تسنى تسنى واحد تكون كتشوف فيه. انا جيت تسنى تسنى. ولا عشرة مالو؟ قولي مستانة، قولي مستانة، انت قولي مستانة يا صاحبي. مبوا كنت قدام الدرج فيها ناعس. قولي مستانة يلا سير. هاهو قالك مش ابونا. يلا سير. يا واتساب جايز، السلام عليكم، معكم مصطفى السرطوس. فيديو جديد. قبل ما نبدا غادي نقول لكم، الا كنت اول مره كتشوف هادو جا الصنداله تهود الجحش، تفرقع ديك ابوني ولا درتي ابوني، تفرقع ديك لايك تفرقعها ولا شدير اشبوسه، ولا درتي هادشي كامل تهود الجحش. كتشوف شكون رضوان باش نتحمس انا نقول عندي العسران اللي كيديروا لايك كيديروا ابوني وكيدعموني، وعندي لكم كل نهار فيديو. ومع عسران دخل الكومنت ديال الفيديو، كنبغيكم كاملين. بيس. كم سنة فيديو وانا نهضروا على ام سينباي. كيف كتشوفوا هاد الايام؟ لا جوج فيديوهات ديال نويجا متابعين، والفيديوهات فيهم انه كيتكلم مع جنيه سميتها ملكه. الفيديو الاول بزاف اللي ما شيقوش، والفيديو الثاني بزاف اللي ما شيقوش. كنهود الكومونتيرات كنقرا داك الشيء كالاكي عايرو تيقولوا كيستحمر المغاربه شحال من حاجه. هو زعما كيستحمر حتى داك السيد يخدم كيخدم مزيان وكيعجبني في الخدمه ديالو. عندي لكم واحد الفيديو اللي غيصدمكم، غنقول لكم ان ام سينباي كيغامر براسو بزاف. حتى انا ما شفتش الفيديو قلت ام سينباي كيغامر براسو بزاف، ويقدر في اي لحظه طرا عليه شي حاجه ولا يتسكن ولا على حسب الجن اللي غيقدر يلعب مع داك الناس اللي تيقولوا داك الشيء كذوب. سير جرب وتشوف واش بصح ولا ماشي بصح. ماشي تبقى تعاير في الكومنتيرات وتطيحوا وتقول لي داك الشيء كذوب، انت كتستحمرنا، انت كدير لينا هذاك الشيء عسار بصح. وداك السيد راه كيغامر براسو بزاف بزاف. غادي نقولوا حنا متصفلين الكذوب، نقولوا تشارلي كذوب، نقولوا هذيك كذوب، ولكن هاد اللعبه راه معروفه. غتدخل يوتيوب غتكتب ويجا ما غيطلعوش لك شي دليل راه بان هاد اللعبه كذوب. غيطلعوا كاع الفيديوهات بان هاد اللعبه راه بصح بصح. المهم انا نوريكم هاد الفيديو بان ام سينباي خاطر براسو. ملي غتشوف هاد الفيديو تقولي بصح راه كيخاطر براسو، داك الشيء اللي كيدير راه صعيب، يقدر في اي لقطه يدي ليه بالموش باي حاجه. المهم انا نريكتو هاد الفيديو ونرجعو غتسولوني علاش انا ملعبتش لعبه شويجا كيف قلت لكم في الفيديو القديم. ان شاء الله خير غنفهمكم البلان. اوكي اوكي يلا عسلان ليتس جيت ستارتد. فيديو يظهر فيه اربع بنات قاعدين يلعبوا الويجا. شوف قاعد تفرج انت وسكت، قاعد تفرج انا ما غندويش شي سالفه الفيديو. وكانوا تقريبا يجمعوا الاحرف عشان يكونوا اجابه عن السؤال اللي طرحوه للشيطان. وفجاه بدأ المؤشر يدور بطريقة غريبة وسريعة على لوح الويجا، وصار اللي صار. شوفوا شنو غيطرى، شوفوا شنو غيطرى. بطل او ماي جاد مثل ما انتم شايفين، واحدة من البنات لبسها الشيطان اثناء اللعبة وصارت عنيفة وهجمت على صديقاتها، بس بعد دقائق رجعت لوعيها وبدأت تبكي وترتجف على حضن صديقتها، وكانوا يحاولوا يساعدوها ويسألوها اذا كانت تحتاج ماء، بس للأسف ما كانت ترد واستمرت بالبكاء لفترة طويلة. كيف شفتو ساندري شطاله نازله الدم من هنايا وكانت كتعواج بحال هكا الله يسر. وكيف شفتو الفيديو راه بان ام سينباي كيخاطر براسو؟ غنقول لكم هادي 100%، راه ما كاينش علاش غينوض يدير فيديو فيه نص ساعه ويبقى يتفلى عليكم، راه ما تدخلش العقل هادي. والله العسلان هذا غير شويه، راه عنده واحد الفيديوهات اخرين بزاف غتسطاه. والله دابا تويجه شي خطيره بزاف، ماشي خاطر على حسب الجن اللي غيقدر يلعب معك. الا كان جن درويش راه غيتفاهم شويه، ولا كان شي واحد مخسر مقطع غيشدك غيطردك هكشي هو. وباسران غتسولوني علاش انا ملعبتش لعبة ويجا، انا غنفهمكم بلان كامل دابا، ومن ورا هاد البلان غنسيرو الفيديو. انا عسلان نوصل الفيديو 300 لايك باش ندوز لكم جوج فيديوهات ديال ام سينباي الاخرين ديال ويجا، واحد جوج دلائل شفتهم في ديك الفيديوهات بان لعبة ويجا يلعبها حقيقية، واحد بلاناش طراو في الفيديو ديال ام سينباي دايل فيكم اللي شاف. المهم الا بغيتوني دوزهم وسكتوا الهيترز اللي تيقولوا داكشي كذوب، وصل الفيديو 300 لايك ونعاود عليكم العسران. دابا اصلا نقول لكم الا كنتي من لي فان ديال ام سينباي تهود الشاشة ضرب واحد لايك، تفرق هذيك ابوني، تكتب شي كومونت ديال بوين. ودابا نقول لكم بيس اند الله، كنبغيكم كاملين ان شاء الله. اي 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 Bitch, who is your mess? Ayy, can't keep my dick in my pants. Ayy, my bitch don't love me no more. Ayy, she kicked me out on life, bro.